قبل الاستطاعة كنا نحكي عن الجول، يعني أنا لما بدي أعطي هون مثلا قررت إنه الجروب الأول بده مثلا هاي انتنسيتي، والتاني بده هاي، والتالت بده مودريت حسب أو هاي حسب الكالكوليتر، بدي أعطي ستاتين. مثلا بنقول مودريت أو هاي، هاي ستاتين. فلما بدي أعطي ستاتين، شو الجول ال LDL جول اللي لازم أتبع له حتى أعرف إنه الستاتين شغال ولا لا؟ يعني لما أنا أعطي أنتي هايبرتنشن بحسب اللود بريشر، إذا طلع تحت الجول فالدواء شغال، طلع فوق ضل فوق الجول معناه بدي أعدل الدواء الدوز أو أغير أو whatever. هون نفس الشيء، لما نعطي ستاتين في ال دي ال جول لازم أتبع له. يعني أنا من بين كل الليبيد بروفايل عيني على ال دي ال، عشان هيك أنا بتذكر هذا الجدول قلت لكم أنا ال دي ال هذا فيه تفصيلات ما تحفظون بالجدول. هاد قلت لكم عند ال دي ال في تفصيلات، لانه كل مريض له ال دي ال جول، تمام؟ كل مريض له رقم معين من ال دي ال. طيب شو يعني ال دي ال جول؟ ال دي ال جول اول اشي الجايد لاين بيقسم المرضى لاربع اقسام: very high risk، high risk، moderate risk، low risk. ايش يعني risk for what؟ risk for cardiovascular diseases، يعني انه ينجلط. قديش عنده ريسك انه ينجلط من الديسليبيديميا؟ very high risk هاي مرضى، high risk، moderate risk، low risk. شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم بالكالكوليتر اللي حكينا عنها. يعني very high risk اذا حسبنا الكالكوليتر طلعت اكثر من 10، هذا يعتبر very high risk patient اذا فوق العشرة. الهاي ريسك من 5 لـ10، تمام؟ المودريت ريسك من 1 لـ5، واللو ريسك اقل من 5. مرة ثانية، اذا انا حتى اعرف الجول اوف ثيرابي اول خطوة لحتى اعرف ال دي ال جول اني اصنف المرضى. اول خطوة لازم اصنف المرضى. بري هاي، هلا حنعطي امثلة يعني نقطة توضح عندكم. فيري هاي ريسك هذول اللي عندهم لما حسبنا هاي الكالكوليتر طلعت فوق العشرة البيرسنت، يعني عنده أكثر من 10% نسبة إنه خلال 10 سنين ينجلط. إحنا حكينا معناها الكالكوليتر. الهاي ريسك إذا طلعت الرقم بين 5 والـ10، والمودريت ريسك إذا كان بين 1 والـ5، واللو إذا كان أقل من 1%. هاي أول نقطة. طيب افرض مريض، قلت لك في الكيس ان الكلينيكال اي اس سي في دي باي ديفولت باي دو، يعني اذا واحد عنده اصلا الكلينيكال اي اس سي في دي هو اصلا فيري هاي ريسك من غير ما احسب حتى الكالكوليتر، يعني هاي بس بدها تنضاف اضافه. يعني الفيري هاي ريسك يا بنحسب الكالكوليتر بنلاقيها فوق العشرة، يا هو اصلا عنده كلينيكال اي اس سي في دي. اذا شفتوا انه هو كلينيكال اي اس سي في دي هو باي ديفولت يعني من الاساس فيري هاي ريسك. طيب افرض انا من خلال المعطيات قدرت اقرر انه هو very high risk او high او moderate او low، شو تاني خطوة؟ هاي ال LDL goal. ال very high risk ال LDL goal تبعهم، يعني اذا هون بدي احكي هون ال very high risk LDL goal بيكون يساوي 70 ميلي جرام بير ديسيليتر اور اور، هلا حنشوف شو يعني الاور، 5% ريدكشن ان بيزل او بيز لاين بيزل LDL. ايش يعني؟ يعني جايد لاين بتخيرك بين رقمين، يا ال LDL جول 70 ملي جرام بير ديسيليتر، يا 50% ريدكشن ان بيزل ال LDL. بنقارن الرقمين مين اقل، يعني هاي مثال اكزامبل، قلت لكم واحد 65 years old male عنده MI، تمام؟
بيزل LDL، يعني ال LDL قبل ما أبلش الدواء يساوي 120 ميلي جرام بير ديسيليتر. يلا صنفوا لي إياه، هذا 65 years old male، شو رأيكم؟ هذا أي جروب؟ very high، أقرأكم إياها، very high ولا high ولا moderate ولا low؟ بالضبط very high، لأنه عنده clinical ASCVD، عنده clinical ASCVD فهو very high. تمام، هاي أول نقطة. إذا إحنا بأول نقطة بالحل هون هو very high risk. النقطة الثانية، شو اللي قلدي الجول؟ إحنا عم نحكي يا 70 ميلي جرام بير ديسيليتر أور 50% من وات؟ هاي البيز لاين، هاي من ال 120، قديش 50% من ال 20؟ يعني 120 على 2 قديش تساوي؟ 60 ملي جرام بير ديسيليتر. هلا هون ببين الحكي، ال 70 ملي جرام بير ديسيليتر او ال 60 ملي جرام بير ديسيليتر مين اصغر؟ ايش يا جماعه، مين اصغر 70 ولا 60؟ 60 طبعا. طيب ما دام ال 60 هي الاصغر فهي ال 60 هي الجول. تمام، ما دام 60 ملي جرام بير ديسيليتر هي الاصغر هي الجول. طب افرض انا ما قلت لك انه ال دي ال جول تبعه 120، قلت لك ال دي ال جول تبعه 150، قلت لك البيزل ال دي ال كان 160، سوري 160 خليها ملي جرام بير ديسيليتر. يلا شو ال دي ال جول؟ خلينا نرجع على نفس ايش الطريق. 70 ملي جرام بير ديسيليتر اور 50% اوف 180 160، سوري 50% من 160. دكتورة شكرا، قديش 50% من 160؟ 80 أعلى من الجول. جماعة 160 على 2 قديش تساوي؟ خلينا نخطه بخطوة. 160 على 2 يساوي 80، صح؟ 80 ملي جرام بير ديسيليتر. مين أقل أو أصغر، 80 ولا 70؟ 70، فبصفي الجول تبعه 70. تمام؟ يعني الجايد لاين شو بتعمل؟ بالأخير أنا عندي رقم ثابت هو 70 ميلي جرام بير ديسيليتر. تمام؟ بس البيزل ال دي ال كل مريض له بيزل ال دي ال، فشو بنعمل؟ نقسم البيزل ال دي ال على 2 وبنقارن هذا الرقمين اللي طلعوا معي، 70 ثابتة من الجايد لاين و50% من البيزل، هاي كل مريض بيختلف من مريض لمريض. إذا 50% من البيزل طلعت رقم أقل من 70 باخذ ال 50% من البيزل. إذا ال 50% من البيزل أعطت جول أقل أكبر من ال 70، سوري باخذ ال 70. حدا فاهم اللي حكيته؟ مين بده يعيد؟ طيب نعطي مثال ثاني، خليني أتأكد إنكم فاهمين. مثال ثاني، سبعين years old female عندها ال LDL 120 ملي جرام بير ديسيليتر وديابيتس، عندها ديابيتس، has diabetes. أول إشي أول إشي أنا بالهاي ريسك مش هاي ريسك، أكمل لكم هنا معلومة. الـ ASCVD Calculator Risk 12%. يلا أول خطوة بالحل،
بريها هي من قبل، لا قبل بريها، هي اي جروب من هدول؟ هل عندها كلينيكال اي اس سي في دي؟ هل عندها ام اي؟ عندها انستابل انجينا، ستابل انجينا؟ جروب الثالث الثالث والثاني، انتوا يعني بين الثالث والثاني، يعني احنا مش الاول. لا لا ننزل تحت هون، يعني الدور الثاني للدي ال 100 والثاني ثاني ولا الثالث؟ ايفون الثاني دكتور، لان ال دي ال اكبر من 190. الثاني ال دي ال ممتاز، حتى حطيت لكم دايابيتس ال دي ال، مدام هاي ال دي ال من 70 ل 187 للثالث، لحتى يجي هون لازم يكون فوق 190، فهي فوق 190 فهي جروب الثاني، ممتازين. طب ايش لازم تاخذ مدام هالجروب الثاني؟ الهاي الهاي بغض النظر عن العمر، هاي انتنسيتي ستات. هاي حلينا اول شو سؤال. ثاني سؤال، اي ريسك؟ يلا اي ريسك هاي المريضه من هدول؟ هل هي بري هاي ولا هاي ولا مودريت ولا لو؟ بري هاي اكثر من 10. بري هاي لانها اكثر من 10. هاي دورنا على الكالكوليتر ريسك طلعت 12 عندها، فهي بري هاي ريسك، ممتازين. طيب يلا هلا ال ال دي ال جول، ايش بدي اقول؟ ايش بدي اقارن؟ 70 ملي جرام بير ديسيليتر مع اي رقم؟ اور 90% اوف 192. يلا قديش 192 على 2؟ 96 صح، نقارنها مع ال 70. 90 ملي جرام بير ديسيليتر مع 70، مين الرقم الاصغر؟ 70. ال 70 وهذا بتصير هو الجول تبعه. يا جماعة كيف نوصل لهذا الرقم؟ ما كله نحفظه 70؟ لا غلط، نحفظ كل الناس 70، لأنه في ناس اللي هاي مثلا ال دي ال تاعها جول طلع أقل، لأنه البداية كانت أقل، هاي طلعت لأنها 120 البداية، فطلعت 60، فال 60 أصغر من ال 70، تمام؟ إذا ال 70 ثابتة، والرقم الثاني هو نص البيز لاين. نص البيزل او بيز لاين، شوفوا هاي الكلمه بيزل او بيز لاين، نقسمها على 2 وبقارن الرقمين ببعض وباخذ الرقم الاصغر. هاي مين؟ الفري هاي ريسك. هاي فهمنا الفري هاي ريسك. نيجي لتاني جروب، فهمنا جول الفري هاي ريسك صح؟ ضل حدا ما مش فاهم جول الفري هاي ريسك؟ طيب نيجي للهاي ريسك. هاي انا بدي اقراكم اياها، الفري هاي ريسك اذا 70 ملي جرام بير ديسيليتر اور 50% ريدكشن من البيز لاين. نيجي للهاي ريسك، الهاي ريسك ظلت ال 50% ريدكشن جايد لاين او 100. الهاي ريسك حكى نفس الجمله بس ما بقارن بال 70، بقارن ب 100، لانه بقول لك مش ضروري انزل لل 70. هاي ريسك هم الناس الجول تبعهم يا 100 يا 50% ريدكشن لل دي ال بي. يعني هون الهاي ريسك الرقم هذا بس غيره، لا بيطلع 100 الجول يا 50% ريدكشن للبيز لاين. طيب يلا ناخذ اكزامبل، ناخذ اكزامبل رقم واحد، 10 years old male عنده diabetes hypertension زل LDL 150 gram per deciliter وال ASCVD calculator risk أعطتني رقم 6.5%. يلا ميل وهايبرتنشن ودايابيتس والال دي ال 150 عمره 54، اول اشي هو باي جروب من هون العلاج؟ الفري
الجروب الثالث ممتازين. الثالث طيب، بناء على كالكوليتر الريسك بده هاي انتنسيتي ولا مودريت؟ الريسك قديش؟ 6.5 مودريت، اقل من 7، لانه اقل من 7.5. طيب هاي حلينا نص الكيس. طيب هو اي ريسك من هدول ما دامه 6.5؟ هاي هاي ريسك بين الخمسة والعشرة. بين الخمسة والعشرة. طيب آخر إجن بس نكتب الحل. إذا هو الريسك تبعه يعتبر هاي ريسك. هاي ريسك شو بدنا نعمل؟ بتقولي هل 100 ملغرام بير ديسيليتر أكبر أو أصغر ولا 50% من 150؟ قديش 50% من 150؟ 75. مين أصغر؟ أي رقم؟ 75. 75. فالجول اللي الجول 75. 75 ملغرام برديسيليتر. افرض مثلا ال دي ال قلت لك لا 210، ف 210 مثلا على 2 بيطلع 110، بصفي لا هاي ال 100 هي الجول. يعني هو بس انه بدنا نقسم البيز لاين على 2 وبناء عليه بقارن رقمين، بناخذ الرقم الاصغر. هذا مين؟ الهاي ريسك بيشنس. ايوه هاي ريسك. ال دي ال جول هو عباره عن 100 او 50% ريدكشن. هلا الجروبين التانيين اللي هم مودريت ولو ريسك، المودريت قلنا هي السكور من 1 لـ 5 واللو ريسك من 1 لـ 5. هدول شو حكوا عنهم الناس؟ هدول ال دي ال جول تبعهم ثابت، ما بعملش 50% من البيز لاين، دائما 115 ملغرام بير ديسني من غير ما اقارن بال 50% ريدكشن. هلا بقرئكم الجمله. هدول جماعة اللو والمودريت ال LDL جول تبعهم دائما 115 ملغرام بير ديسيليتر. هدول ريحونا، ما بقعد بقسم البيز لاين وبقارن من غير ما اقسم البيز لاين، دائما جولهم 115 على الجول. مين اللي انا عم بحكيه؟ الباقي حتى اللي ما شارك فاهم ولا مش فاهمين؟ اي حدا مش فاهم يعني بروح عليه السؤال، مش عارف يحل، فالافضل هلا تحكوا لي اذا مو فاهمين. مرة تانية، المودريت واللو ريسك ما بقارن، هاي بقول لك المودريت واللو ريسك خلص ثبتهم، هاي مودريت لو او مودريت ريسك ال دي ال هو 115 ملغرام بير ديسيليتر، ما بطل يحكي لي 50% ريدكشن، وبالتالي هذا رقم ثابت. يعني اذا جبت كيس وقلت لك الكالكوليتر مثلا 3% فبتحكي لي ان هاي مودريت ريسك، نقول لك شو ال دي ال جول من غير ما اطلع على البيز ال دي ال، خلص ال دي ال جول 115. نفس الشيء ال ايش؟ اللو ريسك. طبعا هون انتم يعني انا اليوم بدي او بكره ان شاء الله بدي انزل المحاضرات كلها من اول فصل اللي كنا نزيد عليها حكي على الموديل. هاي المحاضره هاي فيها كثير اكزامبلز، هاي شايفين اكزامبلز من المره الماضيه الشعب الاولى. هون كنت احكي اكزامبل للشعب الاولى. اذا واحد عمره مثلا 60 سنه والال دي ال 85 والكالكوليتر ريسك تبعته نص، هو اي جروب يا جماعة؟ عمره 60 و85 ال LDL بيز لاين
والريسك كالكوليت الريسك نص، فهو اي ريسك؟ اللو اللو ريسك. ليش بس الشباب اللي عم يشاركوا؟ وين الباقي؟ ليش محدش بشارك معي؟ الكالكوليتر ريسك نص، فهي اقل من واحد فهو لو. طيب شو ال LDL goal؟ هيها ثابتة 115. هاي ثابتة. هلا هون السؤال كان، شوفوا آخر إيش سألتهم إياه، هل في داعي للثيرابي إذا الجول تبع 115 من غير ما أعطيه ثيرابي وهو البيز داين تبعه قليل، هل في داعي أعطي؟ نو أيوة. تذكروا أعطينا كيس في الهايبرتيشن نفس الشيء، تصنف كان إنه فوق ال 65 أو فوق 60 وكان الجول تبع 150 على 90، ولما شفنا الاكتوال بلاد بريشر كان اقل من الجول وبالتالي ما في داعي للانتي هايبرتنشن. هذا نفس المبدا، يعني هون البيز ال دي ال ما احتجته لحتى اعرف الجول، بس احتجته لانه قال لي انه هو اقل من الجول. مره ثانيه هون على الريسك بيطلع لو ريسك، ولو قلت مثلا طيب بلاش قلت مثلا 1.5 وهو بيطلع مودريت ريسك، حتى مودريت او لو مش مشكله. يب مودريت ريسك ال دي ال جول 115. طب هل ال دي ال اللي عنده اقل من الجول ولا اعلى من الجول؟ اقل من الجول، وبالتالي ما في داعي تعطي ثيرابي. انت من غير الدواء هو اقل من الجول، ليش نعطي دواء؟ واضح هذا السيناريو يا جماعه؟ انتوا بتكوش تسألوا ليبين في الامتحان. طيب هلا نبلش بالستاتين. الستاتين لما بنعطيه اكيد بنكون حاسبين ليفد بروفايل عشان اشوف الافيكاسي تبعه، ولازم افحص الليفر فانكشن تيست قبل ما ابلش الستاتين. الستاتينز ممكن ياثروا على الليفر فانكشن تيست، بيعلوا الاي ال تي كسايد افكت، بيعلوا الـ ALT كسايد افكت، وبالتالي المنطق اني قبل ما ابلش الستاتين اتاكد انه الـ ALT نورمال رينج. ايش النورمال رينج تبع الـ ALT؟ بده يكون دائما اقل من 35، اقل من 35 يونت بير لتر، هيك النورمال رينج تبعه. وبالتالي افرضوا جبت لنا مريض وكان قبل لسه ما ابلش الستاتين بدي اطيل لسه الدواء، قبل ما ابلش رحت فحصت الليفر فانكشن تيست ولقيت الـ ALT عنده 100، هذا ممنوع، لازم اعالج مشكلة الليفر بعدين بعطي الستاتين. ليه؟ لانه في ريسك انه الستاتين يعلي الـ ALT بزيادة. فنيجي هلا الستاتين، لما بدنا نعطي ستاتين بدنا نتأكد انه مريضي adherent على الميديكيشن على الستاتين. وين انتم برابعكم الستاتين؟ قلنا بثيرابي في فارما 2 ولا 3؟ تو ولا ثري؟ نحن اخذناها بتو، يعني تو او ثري. نعم. طيب شو بتتذكروا كان قالوا لكم لازم ناخده بالليل بالنهار والصبح ولا بتفرقش؟ لا قالوا بالليل عشان الهرمون يكون عالي. السيمبا، السيمبا من الليل، في اشياء تانية مش ضروري الليل او الصبح، يعني حسب، يعني مش كل الستاتين لازم تنعطى في الليل، في ستاتينز لازم تنعطى في الليل، في ستاتينز ما بفرق معهم. طيب المهم لازم اتاكد انه مريضي ادهيرنت للميديكيشن وعم بعمل لايف ستايل موديفيكيشنز. This should be also include fasting lipid profile within 4 ل 12 week after initiation او dose adjustment. ايش يعني؟ يعني انا اليوم اعطيت ستاتين للمريض، خلص قررت انه هذا المريض هاي انتنسيتي ستاتين وبدي اعطيه مثلا اتورفاستاتين 40 ملغ بير ديسيليتر. بعد 4 اسابيع ل 12 اسبوع اللي هم قديش؟ شهر ل 3 شهور، لازم ارجع افحص اللي بدي بروفايل عشان اشوف الستاتين ثيرابي اشتغل ما اشتغل، في داعي لدوز ادجستمنت ولا ما في داعي. تمام؟ هاي بعمل يعني ايفالويشن، لما بعطي
الستاتين لازم أعطي موعد للمريض، مش يوم ويومين ولا أسبوع وأسبوعين، هدول الستاتينز بيطولوا ليشتغلوا. فالمنطق أشوفه أنا بعد شهر لثلاث شهور، يعني أقليها شهر وأكترها ثلاث شهور. ليه؟ لأنه بعد هدول بهاي الفترة كل الستاتين إذا بدي يشتغل يشتغل، فبروح بعمل فاستنج ليبيد بروفايل مرة تانية. تمام؟ يعني افرض مثلا نرجع لهذا المريض، اي مريض من المرضى اللي حكيناهم هون مثلا كان او هون ال دي ال قلنا 150 وقررنا هاي ريسك وبده هاي انتنسيتي ستاتين مثلا او مودريت حسب الكيس، اعطينا ستاتين لازم بعد 3 شهور او شهر لثلاث شهور ارجع اقيس الستاتين ال دي ال. هل ال دي قررت الجول انا 75، هل ال دي ال نزل من 150 ل 75، هذا معناه انه ارجع اقيس ال دي ال او فاستنج ليبيد بروفايل. فاذا 150 بعد 3 شهور نزلت ل 75 فدواي شغال، خليك يا عمو على الستاتين اللي بلشنا فيه هذا بعد شهر ل 3 شهور. ما نزل ل 75 بده دوز ادجستمنت. ايش يعني دوز ادجستمنت؟ يعني بده تعلى الدوز، بده تعلى، يعني بدل ما اتورفاستاتين 40 بده ياخذ الدوز الثانيه. يعني افرض مثلا انه هون قررنا هاي قلنا دوز حفظ انه مثلا هاي انتنسيتي ستاتين بده ياخذ 40 ملي جرام بير ديسيليتر، بعطيه فرصه شهر لثلاث شهور. افرض قررت انه بده ينزل من 150 ل 75 بعد ثلاث شهور بقيس الفاستنج اللي بدي بروفايل، هل نزل ل 75؟ اذا نزل بضل ماشي على 40. وطبعا بدي اكون متاكده انه ماخذ دواء صح وادهيرنت ولايف ستايل موديفيك، هاي كل الاشياء اللي حكينا عنها. طب افرض بعد 3 شهور ما نزل ل 75، نزل ل 100. طب ال 100 مش الجول، بعلي ل 80، بعلي للنكست دوز اللي هي ال 80. طيب واضح هاي النقطه يا جماعه؟ اذا متى بضلني اعدل بالدوز؟ فتره كل شهر ل 3 شهور. هلا افرض انا خلص بعد شهر لثلاث شهور خلص ثبتت ال دي ال نزلت على الجول واموره ممتازه وطمنت على المريض، بصير اشوفه كل ثلاث شهور لايش؟ ل 12 شهر، كل ثلاث شهور لسنه. يعني اذا الدواء شغال وال دي ال على الجول وما في اي سايد افكتس، خلص بقول له عمو كل ثلاث شهور ممكن يزورنا او كل ست شهور او كل سنه. خلص مش ضايق اشوفه كثير لانه اموره صارت ستيبل. اوكي يا جماعه، دائما تشيك على الافيكاسي والسيفتي. هلا رح نشوف شو هي سايد افكتس تبعت الستاتين. في حدا فاهم علي شو عم بحكي؟ لانه انا حاسسكم ما عم تجاوب اليوم معي، كل ساكت نايمين. فيش غير صهيب حسين؟ يعني انا خايفه فاهمين مرات انه يا مش فاهمين يا الصوت شو عم، لازم تعطوني هنت انه انا ما بحكيش مع حالي. طيب شو في عندي سايد افكتس للستاتينز؟ شو مر عليكم سايد افكتس؟ يلا شو انتو اخذتوها بالفارما، شو سايد كومن سايد افكت للستاتين؟ شد عضلي. شد عضلي ايوه، بدي انا انجليزي. اه ايش هذا الشد العضلي او وجع في العضلات؟ ميوبثي. ايوه ميوبثي، ما يبثي اللي نفسه مصل البين، مصل البين. ها يا جماعة بتفرق عن إيش اسمه رابدوميلوسيس. هلا حنحكي الفرق بينهم. ما يبثي كومون، كتير ناس نعطيهم ستاتين بيرجعوا لنا بعد فترة بقول لك يعني عمي حس حالي مكسر، كل عضلاتي بتوجعني، بطلت قادر أعمل أي أكتيفيتي. فالما يبثي كومون تمام، او بنشوفها يعني مع المرضى. الرابتوميلوسيس فيري رير، يعني ما حدا يقول لي اذا سالته شو كومن سايد افكت للستاتين يقول لي رابتوميلوسيس. لا، الرابتوميلوسيس فيري رير سايد افكت، فيري رير. طيب شو الفرق بينهم؟ خلينا نركز ليش الناس بتخربط بينهم، لانه التنين بيجونا بمصل بين، مصل سيمتومز يعني مصل بين، هنقول مصل بين لانه التنين بيجي مصل البين. فبيفترضوا الناس الرابدوميلوسيس هو نفسه الميوباثي، لا هم بيفرقوا عن بعض. شو هلا نشوف شو الفرق. الميوباثي
عنده مصل بين وهذا عنده مصل بين. اوكي حتى هون ممكن ايش انا كبي اعملكم اياها بطريقه عشان ضلكم مركزين. الو هاي المي بثي مي بثي ممكن يكون ايوه ريبورتد. ايش يعني ريبورتد؟ يعني نوعا ما بيصير حالات من صفر لنص، بس برضو احسن من ربدو ماينوس تيجي بنقيسات اعلى. تمام هاي فيه بيجي عنده مصل بين، هذا بيجي عنده مصل بين، هذا اذا بدي هذا very rare. اوكي خلينا هيك نركز اوضح. اذا هذا rare، هذاك الفريكونسي تبعته اعلى، هذا بيجي مصل بين وهذا مصل بين، هذا بيجي شوفوا الكرياتين كاينيز. كرياتين كاينيز هذا انزيم بيطلع من المسلز. كرياتين كاينيز هو ويست برودكت او انزيم بيطلع من المسل، فهو فعليا اذا بقيسه بيطلع 10 ايام 10 اضعاف الابر ليميت، يعني عالي بقيمه 10 اضعاف الابر ليميت. يعني اذا هو النورمال رينج تبعه مثلا اذا نحكي 10 هو بصير 100، يعني نضرب ب 10. احفظوه زي ما هي هذا الرقم 10 اضعاف النورمال رينج، ابر ليميت من النورمال رينج. شوفوا هذا ايش بزيد برضو 10 اضعاف النورمال رينج. لان هلا ما في فرق، هذا في مصل بين وهذا فيه مصل بين. كرياتين كاينيز بزيد 10 اضعاف وهذا بزيد 10 اضعاف. نيجي هلا على المهم، بالربدومايلوسيس بصير عندهم كرياتينين، سيرم كرياتينين اليفيشن. هذا السيرم كرياتينين بيعكس لك ايش؟ الكيدني فانكشن. لما نقول سيرم كرياتينين اليفيشن ايش يعني؟ انا بكون خايفه من ايش؟ من رينال فيلير. هناك ما جبتش سيره الرينال فيلير انا. اول فرق ها؟ اول فرق ان هون في عندي سيرم كرياتينين اليفيشن، هون ما في سيرم كرياتينين. هون بس الكرياتين كاينيز، كرياتين كاينيز يختلف عن سيرم كرياتينين. تمام؟ تاني فرق بين التو سايد افكتس، هذا عنده مايوغلوبين يوريا. المايوغلوبين هذا عبارة عن بروتين، مايوغلوبين يوريا مش هيموغلوبين، مايوغلوبين. مايوغلوبين يوريا يعني وجود جلوبين، هاي مايوغلوبين، جلوبين ان يورين. باي ذا واي الاساس باليورين يكون فيه بروتين ولا لا؟ يعني انا لو انت واحد منكم يا خضرة جيت عملت لك يورين اناليسيس بلاقي عندك بروتين باليورين؟ نورمال لا دكتورة. ايوه اي حدا نورمال ممنوع على عنده بروتين باليورين نل. اي حدا منكم انتم اللي ما عندكم اي مشكلة بالكيدنيز اذا عملت يورين اناليسيس لازم ما الاقي ولا حبة بروتين عندكم، يعني نل. تمام؟ طب هون مايوغلوبين هذا بروتين، فمايوغلوبين ان يورين فبصير عنده مايوغلوبين يوريا وبيحول لون اليورين لبراون. وجود المايوغلوبين باليورين بيحول لون اليورين لبراون، لون اليورين العادي اصفر، اصفر كموني هيك الطبيعي. اذا انا عندي تو سايد افكتس من الستاتين، هذا كومون نوعا ما، نوعا ما كومون، والربدوماليوسيس فيري رير. هاي اول اختلاف. ثاني نقطه الشيء المتشابه بينهم، هذا فيه مصل بين وهذا فيه مصل بين. هذا الكرياتين مش كرياتينين، كرياتين كاينيز 10 اضعاف الابر ليميت بعلى وهذا بعلى 10 اضعاف الابر ليميت. طيب نيجي للفرق، هون خلصت هذول ما يبقى في، خلصنا منهم. الربدوميلوسيس بيزيد عن الميوبثي انه عنده السيرم كرياتينين برضه بيرتفع، مش بس الكرياتين كاينيز، برضه السيرم كرياتينين بيرتفع. ارتفع السيرم كرياتين
او دليل على ايش؟ دليل عندي رينال فيلير، هذا بيخوف دام دخلنا لسه رينال فيلير. تمام. وتاني نقطه مايوغلوبين موجود باليورين، هل هون في مايوغلوبين باليورين؟ لا، هون في مايوغلوبين باليورين وبيبين لون اليورين براون مشان وجود المايوغلوبين. اوكي يا جماعه، اللي بدي احكي انه السايد افكتس، هاي بدي اكتب لكم اياها بي سايد افكتس، سايد افكتس اوف ستاتين، ايش حكينا عنهم؟ ليش المميز فيهم؟ ار دوز ريليتد، يعني شو يعني؟ decreasing the dose to decrease side effects. And increasing the dose will lead عشان هيك احنا بالثيرابي بالتريتمنت فوق شو كنا نحكي؟ اذا احنا معطيناهم لو هاي انتنسيتي ستاتنز، اذا اعطيناهم هاي انتنسيتي ستاتنز وصار عندنا سايد افكتس كنا نحكي شو؟ كنا نحكي قللوا الدوز. ليه؟ لانه decreasing the dose will decrease the side effect و increasing the dose بزيد السايد افكت. شو السايد افكتس اكثر شيء؟ مايوباثي. مايوباثي. وايش في وحده قلناها فوق؟ ليفر فانكشن. فانكشن لي ليفر فانكشن اليفيشن مينلي اليفيشن ان اي ال تي. هيك قلنا بدنا نفحصه دائما. هاي من السايد افكتس. بنرجع بنحكي سايد افكتس او ستاتينز دوز ريليتد، اذا زدنا الدوز بزيد السايد افكتس، اذا قللنا الدوز بقلل السايد افكتس. هلا مفهوم يا جماعه؟ ضل اشي احكيه او مش مفهوم او ارجع اشرحه قبل ما ندخل بنان ستاتين ثيرابي. اذا اليوم لهلا شو حكينا؟ حكينا اليوم عن الجول، بعد ما انا اصنف نوع المريض واعالجه باي انتنسيتي ستاتين لازم اعرف ال دي ال جول بناء من اللي على الكالكوليتر بتحكي لي فيري هاي ولا هاي ولا مودريت ولا لو ريسك. تمام. وبناء على التصنيف بقرر ايش هو الجول تبع المريض. واخذنا كثير اكزامبلز، رح انزل هاي المحاضره عشان تشوفوها. تاني إشي حكينا شوية عن الستاتينز. الستاتينز كيف بعمل إيفاليويشن لا الإفكاسي أو السيفت تبع الستاتين؟ كل أول ما أبلش الستاتين لازم أشوف المريض كل شهر لثلاث شهور، بقيم الإفكاسي إنه وصل للـ LDL goal ولا ما وصل، ومنه كمان بقيم السيفتي هل صار عنده سايد إفكس ولا لا. إذا وصلت مرحلة إنه عرفت شو الدوز تبعته ومريض اديرنت عليهم ما صار عنده سايد افكتس والجول وصلنا له، خلص بصير اشوفه كل 3 شهور ل 12 شهر. تمام. شو في عندنا سايد افكتس من الستاتين؟ حكينا فرقنا بين المايوباثي والرابدومايلوسيس، هذا السلايد اللي اوريدي عندكم وهذا سلايد فرقناهم كنقاط. تمام. كومن سايد افكت او نقول السايد افكتس ممكن تصير مايوباثي. الرابدومايلوسيس هذا very rare side effect. Another side effect هذا برضو بنلاقيه موجود liver function elevation mainly ال ALT. وبالتالي القاعدة الذهبية decreasing the dose will decrease the side effects و increasing the dose increase the side effect. عشان هيك مثلا إذا أعطينا statin وصار عندنا side effects بقلل بالدوز، ما بروح بقول أعطيني إشي غير الستاتين، لأنه هو الستاتين هو أساس العلاج. طيب هلا عندنا الستاتين ثيرابي ناخذ ان شاء الله يوم الثلاثاء.